وقت الراحة والاستجمام بالنسبة لهؤلاء ابتدأ الآن مع بداية تساقط أول أوراق الخريف. هم عشاق الصيف الهندي، جاءوا من كل حدب وصوب لقضاء أمتع الأوقات بشاطئ الصخر الأسود بجيجل. مالك يخلص الصيف، جينا لهنا جيجل، عجبنا الحال والناس راهم كاع لهنا يوم باسكو بلاصه بزاف شابه، وكنت جيت ليها من قبل ودايما نعاود نجي ليها باسكو لي بلاج تاعها بزاف شابين. خلينا نستغلوا الاجواء، ما شاء الله رائعه، البحر مازال قادر يعوم، ها، وعلى بالكم بالسباحه في فصل الخريف علاج، فننصح كل شخص يخصص يومين الويكاند يخرج العائله تاعو ولاده، وخاصه هنا ناس جيجل يعني ما شاء الله مضيافين. لكل منهم اسبابه الخاصه التي جعلته يؤخر عطلته لهذا الوقت من السنة. في رأيي في موسم الخريف أحسن، علاش؟ لأنك تستغلي الأماكن وتكون شوية فارغة الدنيا وسيركولاسيون تنقص، السما يكون عندك وقت أكثر وتستمتعي كما نقولوا كما ذوك البحر مثلا. لو كان جينا في اوت ما تصبيش وانت حطي رجلك وتتقلقي، مثلا في لي ريستورون تستمتعي، في الغابة تستمتعي. احنا جوجلا لا ماجوريتي نعومو في الخريف، عندك الخريف باسكو البحر يكون صافي مليح، الجو مليح، وشغل الشهر باش تختم موسم الاصطياد. بحر هادئ، جو معتدل، ونسمات مرعشة، هو فصل خامس من فصول السنة أصبح ينافس فصل الصيف ويسرق منه عشاقه سنة بعد سنة.